شيخ عدنان، باختصار قبل أن أنتقل، أنت لديكم حب كبير من الشعب الفلسطيني وهذه الرسالة، لكن الغريب أني أقرأ وينشر، أنا متفاجئ، الشيخ عدنان العرعور يطعن بحماس ويتهمها، يعني بالتأكيد أريد أن أقرأ الاتهام. لا 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 يهم، أنت تكلمت على حماس واتهمتها بأنها يعني لا أعلم، يعني حقيقة أولاً أنك خونت حماس تحديدا. أثلجتم صدورنا يا أهل الرباط، أثلجتم صدورنا وثبتتم أنفسنا يا أهل الحصار أهل غزة، رفعتم والله رؤوس الأمة بصبركم وثباتكم وجلدكم، ولا أعتقد أنه مر على التاريخ حصار مثل هذا الحصار، سنين من الحصار تهربون حليب الأطفال في الأنفاق، تهربون الأدوية في الأنفاق، تهربون الدقيق في الأنفاق، فأي شعب أنتم؟ والله لا أقول هذا مسايرة، عندما رأيت هذه الأنفاق وشعرت بهذه الشجاعة وبهذا الفكر، ونحن معكم ونحن نعلم أنكم معنا وأنتم تعلمون أننا معكم، فما أجمل تلك الهتافات التي هتفت في سورية كلها ونحن في أزمة أشد من أزمة أشد من أزمتكم بكثير، وإذا بنا نسمع هتافات نحن معاك يا غزة إلى الموت، ونتمنى أن نسمعها من ألسنتكم وإن كنا سمعناها من قلوبكم وعلى ألسنة كثيرا من أمثالكم الأبطال، هذا الذي خوف الأمة، عفوا، هذا الذي خوف الناس وخوف الأمم عندما سمعت الشعارات واحدة من دار الزور إلى القنيطرة، ومن اللاذقية على الساحل إلى البوكمال في الشرق، كل ذلك إلى غزة إلى فلسطين إلى القدس إلى كل مدينة يرفرف بها علم الحرية والفداء، فما أعظمكم والله من شعب. مع هذا كله أقول لشاعرنا الذي قال أننا ننتظر نصركم، بل إن الأمة كلها تنتظر هذا النصر، وأتمنى منك أن ترفع لفظة حافظ لأنه أخس وأحقر من أن تنطق به وتبدله بلفظة أبناء خائن، هؤلاء أبناء الخائن للدين للأمة للبلد، ارتكبوا السبع الموبقات التي لا يخطر على بال أن رئيسا يرتكبها. وأما قولك العظيم إذا وجدتم من أذناب النظام ولو كانوا فلسطين، ما عندنا نحن فرق، لكن ونحن نقول عن لسان الشعب السوري، أي حقير من أذناب النظام، أي حقير من أذناب النظام ولو كان من سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم فكذلك عرضوه، فنحن أهل المحاكمة، فالشعب السوري بريء منه بالكامل، نحن اجتمعنا على عدل وحرية دون نسب ودون بلدية. أما ما أشيع عني في مسألة قضية حماس فهو كذب وافتراء، كذب وافتراء. اسمح لي شيخ أن أسمع الفيديو لأنه انتشر كثيرا، أسمع الفيديو ثم أعود للشيخ لنأخذ قولكم في ذلك، كان هذا تقريبا الحلقة الماضية.
والكلام عنها كثيرا، وأنا كنت معرض عن ذلك، لكني أقول يا أخي إسرائيل بدأت بهذه المعركة لأسباب كثيرة، ولم يطلق لم يثبت أن أهل غزة كائن من كان أنهم أطلقوا، ولو ثبت أنهم أطلقوا فليس لدينا دليل أن حماس هي التي أطلقت إلا أن تعترف. شيخ تفضل. طبعا النظام يقطع المقاطع، النظام يقطع المقاطع، وظن أنه أهل غزة ظن أهل غزة أغبياء، هلا الآن بيقطع أن أهل غزة أغبياء، ظن أن أهل غزة أغبياء وأنهم لا يتأكدون ولا يتثبتون. فأنا أقول الحمد لله إسرائيل بدأت ولم يثبت أن أهل غزة وعلى رأسهم حماس بدأت، انتهت الموضوع. بقيت كلامي واضح على مثال قوله تعالى: إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هي أخطر من الكلام، يعني إن كان للرحمن ولد، إن كان له ولد فهو عابدين، فسرت تفسيرين، فأنا أول المنكرين لهذه الألوهية. جميل. وفسرت عابدين أني أطيع الله، فأنا أول العابدين أي المنكرين. فجرى كلامي أثبت الأول كما أثبت الله أن الله ليس له ولد، ثم قال إن كان له ولد. أتمم الكلام. طيب، وكل حماس هي التي أطلقت إلا أن تعترف. وإذا كانت وكل صراحة، إذا كانت حماس هي التي بدأت في هذا الإطلاق بأمر محكم، فأقول إذا كان، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فهو خطأ جسيم بالغ وقد يصل إلى حد الخيانة للشعب السوري. طيب شيخ عدنان، حتى الآية عدتها في كلامك، يعني يبدو أن الكلام واضح جدا. أقول النظام فعل هذا، فنقول الغريب شيخ عدنان ليس بالنظام حقيقة، الغريب بعض الحزبين من يلحقون وراء ذنب النظام بصراحة، نكون صريحين، لأن من يسوقها بعض الحزبين وأسماء معروفة وتطبل أنها هي من قيادات المعارضة وهي التي سعت إلى نشر هذا المقطع، يعني لا نتهم مسكين، يعني النظام مشغول هلأ محبوس عم بيحاصرون بالكتائب الجميع. في ناس اليوم ما نستطيع طيب نصرح كل طيب شيء. تأخرنا على أبو عبد الله الحلبي من حلب. هذا كذب وافتراء، وما تعانيه غزة وعلى رأسها حماس من معاناة كبيرة، وعداوة إسرائيل لحماس وضعها عداوة دينية، عداوة دينية، ونحن نفتخر اليوم بالنصر الذي حققته غزة بعامة وحماس بخاصة، لأنها هي تقود، لكن نحن نفتخر بأهل غزة عموما وبكل المقاومة. هذا الكلام معروف في القرآن الكريم، ومعروف هذا الأسلوب في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا آتيكم بس بلفظة، يقول عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بالشك من إبراهيم، يعني إن كان شاكا. وكذلك قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: هذا ربي هذا ربي هذا ربي، هذا من الأساليب اللغة العربية، ولكن الناس يصطادون في الماء العكرة. نعم. فقولوا آمين. لعنة الله عليهم، لعنة الله على الكذابين، لعنة الله على الذين ينشرون الفساد والفرقة بين المسلمين، العنوهم أجركم الله بإيه.